ايتمس مسلم نولوش نبرين صفو مرحبا سجملت نوبا السنخ اخسى نعزام دوت بات ابريد نعزام التاوي الصواد غالبعيد اجنسي مشايخ نغلسة تيدنخ جوك تشري تم دورتس نعزام بصح زديغ اللي يرق بمنسي لا ابدانو بريت ان اكتشفت مع بعض منايو ان يجيو نغسو الا ان نتشرف سويوا المعس مرحبا سجو ألسان غسوس دو عزام أن بيسيس نتطفي ألسان غسي غرما دت غرما أن بيسيس أزل ألسان غس تمورا دي موشان يتزويد أن بيسيس تيفوت اللاس يسلمد اللاس يسيفا ويبريدم تنوبا ألسانغ تاورت ترزم فولاس في زمولا يزيغ أيت ما يسمع أن نرحب الأستاذنا الدكتور داود عيسى بورقيبة دكتور مرحبا بك مرحبا بك يعطيك الصحة دكتور أشي نيتان ميرت قبل دان غلا أو نعرضت تسيدد أن تفادد تجربة استشلي تلكي التجور تام دكتش الهدف أنغا دكتور لنغر نختار وانغ لنغر نغ طلبة لنغر نغ تلام دانغ نخصص نوش التجربة تسنوش مثال سنوش القدوة نمشين يغبدا نعزم دوتبات خاصة نتبات بريد نعزم دكتور داود بورقيبة لك أستاذ في جامعة الأغواط غير شغل من المهام قبل ما غنى ودغل المهام والأستاذ عنده الغل الأصل عنده الغل بكري عنده الغل لومشان التراب بالديس عنده الغل واسي ربايا شي بالدمعة شي كونة شي سعزمة شي ستشرجت دكتور من مواليد 14 جوان 1960 أغرم مبريا مبريا تفضل دكتور كمل أنا مسرس بسم الله الرحمن الرحيم ولنا نشكر الأخ قاسم فون دعوة المباركة كذلك نوجه تحية المتابعين لكنا رلان رقبنا لهم من كل مكان ربهم يحفظ جميعا اللعب الضعيف داود بورقيبة بن عيسى نعم الولد 1960 بريان كمل عزمة مرحلة الابتدائية بريان مدرسة الفتح ومدرسة الأمير عبد القادر مانيش تعزم مدرسة الفتح مدرسة الفتح سي الأساتذة دادك عبد الله ويحيى بن يمي معروف خطاط إلى علاقة للحياة ربي الشتان أمير العمورس كذلك دوك صح نقرأس إلى علاقة للحياة كذلك عندك محمد نرشم من بعد في مرحلة ما الشيخ الزعيم عندك حمو العساكر هؤلاء يعني كلهم ساهموا الشيخ الزعيم ربط يرحم كذلك في القرآن الكريم ربط نرحم قاع وسيلي اللي يدربس طول عمر وسيلي توفى ربط يرحم عزمه في مدرسة الأمير عبد القادر التعليم الرسمي ثم بعد ذلك في المرحلة الثانوية ديما قيم قسم القرآن في المدرسة وخت نزدال شغلنا الثانوي كذلك استمر في متوسطة أبو اليقظان وخت نغمش ترزم قبل وما دكتور يتسمح ما شيخ يتذكر ذي لك يتفكرت نمارو أو نمطاون أشد وطن دي مطاون لقدر الاحترام للأساتذة إلا سؤالك إلا دع توغين سعزة من برك نختوغين تربان أكيد يمطوني دوطان على خاطر
ساهمن في تكوين شخصيتي، تكوين شخصيتك منذ الطفولة. تغن شعرني من سنخاتي موظفين بل تود أن درسلت في تكوين الأجيال. الحمد لله ربي وشاسنا درق بالنتيجة عملهم صغيري لمثالي سيجي لمثالي وكلان على قيد الحياة، يعني رقب النتيجة الإخلاص نسن النتيجة نون رسالت أكيد في حياتهم وسيلة يدر لي يرقب وسيتوفى كذلك يرقب بسين ثمرت نون الجهده قبل مماته. أذكر على سبيل المثال الشيخ الزعيم ربي يرحم، كنا تلاميذ بورخس نعز مغرس أسني نبدأ نتقلب في المهام، الحمد لله يعني قرت أعينه عيناه بما يعني يرقب النتيجة نتمرس على قيد الحياة. الرسالة غتنوش ثاني دكتور طلبا التلاميذ نغي لنا عزمن واللي انت جان الحساب يا والملاحظه الا نتسن البال نسند واحد باللي لسديد نسند المشايخ نسن لنتمنى ند عاد تشرف الوطن الجزائر تشرف طامرت نسن تشرف ناتي غرسان ويشرفون العلم. سوى مني راعت باللي يطود من قلت الوقت اين شرفنا التومتي ديال لسديدانهم المشايخ نوم ديك نشره مهمه ولقرت نشبات تقدير عزم والتمليق مع الاستاذ يكون غترقب ويرقب لا بدات تنجح هذا السن باللي الفضل الا يدق الغلوشة مقران دوله ستيديو الا تربى دكتور كي تعقل تربيت بكري وشي تسني ول يعني فصول غني تربيت ني وغتديني الزيار ولكن ممكن الحرص على التربيه وجار يعني من دون سواء كان للمعلمين المربين الا تودى رسالتهم التلاميذ كذلك حتى اولياء الامور ساعات يعني صح. ربما قلت الاحترام للمعلم خطي السبب المعلم اللي يسعزام ولكن ربما استدرت لان يعني ممكن خلافات شخصيه جرز المعلم في العود نعاد ديما نتحفظ باللي المعلم هذا يكون القدوه هذا يكون المثل الاعلى نعاد المشاكل الخلافات نقحم فيها نستفديس طروان نقعد عاد نتشكل الموقف حتى في الامور الشخصيه ربما غير المعلم مثلا اللي كنش هذا بنادم قد يخطئ في شيء ما في حياته الشخصيه انا عاد نتعايرت من خلال زادي ربي ما نسد ديما سواند الانتقاص عمري ولي خدي عاديه المعلم القدوه ثاني نوض فيه نخص طروان تصلحا اولا أن قيمتي المعلم ليس عزمتنا كذلك بالمقابل المعلم أدج الأهمية الرسالة هنالك يعني طرق حديثة تربوية إلى آخره لابد أن يستفاد السيس باش أدج تلميذنا عاد يتمنى باش كاد يظل قسم خاطر عاد يتقد غادي عاد عندنا تغيرت الظروف في كل أمور الحياة إلا قرغاس ديما نتبدل نتبع يعني الحداثة نتبعني لي وزاد جديد إلا في أمور التربية نخصنا قيمة ديني بكري ونتجي كل المجهود إلا من رحم ربك والظلمة كاع ميدن أترقد والف غاموني نغتشرق دام لازم موني دبري لا ديس مستجدات لابد أن تبعتن كل يوم اللي ظهر عند بحوث تربوية وتطورات وتجديد واش قير تبع 100% ولكن على الأقل هادي باني هادي سير بنادم هادي عاد يعني انت تب لي هنالك بكري تغد معلم انت المصدر الوحيد للمعلومات امار كل يعني مصادر متعدده جدا وتليد وحده ايوه المعلم مصدر المعلومه اذا بنادم لابد دي عادي تساير السلوك الاسلوب الطرق عادي تجي التلميذ ني يتمنى يعزى ماشي جد القدوه تساشي تبع عادي تحترم خاطر عاد نتنفرت كذلك ماشي يعني لابد لاسره المعلم انت تبذل المجهود باش نعاود نراو نجيلو بالتلاش اللي ممكن ديما قرن يد وحده ما تصفق واللي ممكن مهما كان المعلم ديما قر غاسنا كودي عاد المعلم يعني في مرتبه اينشتاين من العلم ومن كذا ولكن بتا وليوفي الاحترام استدارت يوفوا باللي اطفلين نسحوا السياس باللي لا يزوا غادي يزالوا عزام مثلا خصنا نحسس في بعض الاحيان قال لي تزود لو عزام المال بتا يقنط فيه بالسيده الحركة زايده تدرت اسين ان المال اللي تزيد المعلم اللي تزيد المدرس تنحسش اسمع ان بتا نتصور راس باللي زالوا عزام ان بتا دق الحبس عمري ولي خاد يفرح ولكن بتا نعاد تجلس المنية تعزم تبدا تسنو شوية قدوة شي ميلا ان شاء الله تعزم تعدى فلان نغتعدى مشني نغتعد كذا وكذا هذا عاد يتمنى من ماضي زال عزام اذا ندون يعني في الحقيقة يسيونو ندين ننتو نتمنى انزال التعليم فعلا ادرك بغى المعلميك يعني حتى في ذكره تخنقني العبرة يعني مدن ضحان وتغنسجوا من المقابل
الدس سبحان الله ربتني كرم ذلك بالنتيجة عملهم واللغ وحيد في هذا، ولكن يمدو تشالي ذكرهم ولو يعني خطي ذكر نسمعون لأستحضرهم الآن كل قن حد اللي غرسي قن منصب ما شاء الله إلا موفق إلا ناجح في الأمشان اللي يرسوديس سواء فيما يتعلق بالمجتمع في أمور الإدارة كذا بنتيجة ونتعلمه في الصغر ربنا يرحمه وسي يتوفى ربنا يتقبل ربنا يطول العمر سي وسي لا يعطيك الصحة الدكتور عند الوقفة تتوغ خصغة أن تنجي يعني ماشي تنيدا بالعبارة الاحترام المعلم للمبادئ المكانة المعلم القدر يتوغي المعلم بكري النزوان نقدم بس يا دكتور بعد مرحلة المتوسط بعد سلماني تزويد بعد المتوسط بعد مرحلة المتوسط زويغ إلى معهد الحياة القرارة أيوة مرحلة الثانوية تجيغدني يعني ثلاث سنين زقد عختن ومن بعد أكيد محظوظ يعني تعزم في الشيخ بيوض كذلك مشايخ سيسن الشيخ عبد الرئيس الشيخ بيوض ربط رحم الشيخ بن الشيخ ربط شافا الشيخ نصر ربط رحم وغيرهم من المشايخ الشيخ عدون نعم كذلك يتغد الأستاذك لمدة ثلاث سنوات تغدني وغيرهم يعني ربما المقام لا يسمح باش نذكرت كل ربما قبل السيسة إن شاء الله بتي تكون ديش المرحلة معهد الحياة في شخصيتك هشتي بتي تستفاد من معهد الحياة طبعا أنا استفاد من معهد الحياة المشايخ اللي ربطنا رحم كل جنحد كل جن السيسة يجد البصمتص في شخصياتي يعني مثلا أبدأ الشيخ بيوض ربط رحم يعني كنت أرى فيه إخلاصا تغرق بغدي زق الإخلاص يمشي على رجلين ولي رقب لا سيقن ولي تكلم سيك تشيعت ولا سيقن يسماون ولا سيك البراويز ما شاس نتسمى نقول لي كادر مغي قنشرة يعني يكفي ذكرق المثال يحضروني الآن من شدة إخلاصه وختني نتوغ كتلاميذ قال الشيخ سيولان غبس استورت لي تشاركت لي كذا تليت كذا يأبى ناشي جيغ قنشرة العمل لله صادق قيمة ربي سبحانه وتعالى وبعد إلحاح ماذا بنا أنس ونديك إن شاء الله يكون في يعني يساهم في تكوين شخصياتنا ونتحسس نقطة ضعف كذا اشترط علينا السنة ومسيولغ المشاركة كد الجهادك لا يقنا دي سجل يقن شارة تسجيل صوتي ولا يقن حد دي لخص نغدي ومعسي يقن شارة بشدي بنقاطنا وكذا اتفقنا على هذا أذكر يقن سيمدو تشال نغي ويد مع اسمه سجيله يتكدا كتشبرتس الشيخ ربط رحم ديما من الحصص خاطر التوتجات انت دارتس يبدا بالدعاء وختم طبعا ماشي التقديم يختم بالدعاء واني لا وجد مسجله في يعني بلا ما ديفقف الشيخ نمشي لك انا كطلبه على كل حال ربي يغفر نرقب نسوسم يومي قفلت باش هادي سجل سيتشر الشيخ ربط رحم خلاص يا نفغ شي نغادر قال لنا نعاود نسل التسجيل مع بعض سبحان الله يومي المسجله نسل دعاء الافتتاح يقضى عين الحصه 2 ساعه غير ربع تقريبا اموني مده الحصه لشي كلمه ولا كان شي تسجل القدا الدفغ دعاء الاختتام الجلسه نؤمن باللي سبحان الله الشيخ نعم العمل يخصد يتقرب سيسي ربي سبحانه وتعالى لا يريد جزاء ولا شكورا في الدنيا الإخلاص بمعنى الحقيقة ربي يشسين يخص لم يسجل شيء بصوته والله سيختني يعني تعلمت درسا في الإخلاص كذلك النبي الشيخ عدون صفاء يعني قلبه أبيض عمري ولا يحقد على أحد ولا ثلاث سنين شي نعز مغرس وأبدا الشيخ بن الشيخ كذلك فيما يتعلق بالجد يعني أبحث الأبرز في العلم كذا تموسني إلى آخره يشان درس كذلك عملي كذلك بعد يعني يشان نبيت في حياتي الشيخ ناصر بطرحم ولكن أيضا سنوت في ميدان العمل ميدان التربية والتعليم أتجد يمازج بين الفكاهة وبين العلم ولتعيد الدرس منين الساعة نص ساعتين مني ممل أتلقيت سبحان الله أين النكتة الظريفة أين التفاعل مع يعني دروس يبها دروس ما شاء الله بدر حما شيخنا صح يعني المرحلة ماشي تني تكون حتى ممكن نشاط الاجتماعي نعم. النشاط الثقافي لأن يتغل معهد يعني يعاون الشيء يغلب نعم.
في اكتساب المهارات. نعم شيخ بجور ربي يرحم كذلك. شيخ بجور ربي يرحم. في ما يتعلق بالخطابة وبالأدبيات يكون نش الشجاعة الأدبية تشارك يعني في الجمعية نسمى جمعية هي أقسام تقوم بالنشاط الأدبي. في نهاية كل أسبوع السهر طموني نكون نعم نبي يغلب يغلب المشايخ في الحقيقة ربما يعذرني بتيجي نحدو التذكير اللي يعني بنادم الا يسترجع زخم تلك الذكريات التي افادتنا حتى في حياتنا بعد ذلك ربما بتيقم الوقت نسير في هذا ونيبها ماشي تنيدس لي خلاص دكتور خاطرش ملا لي خلاص سبحان الله ولاد استعزمني حتى جديس ربي تنمير جديس ربي البركه يعني الاخر والسنه مجور انت مدور تش الحياه تش بديت زدي قيم البال تشي وال الشيخ تشنغ الاستاذ الشيخ جديس ربي البركه و يعني ونقر العكس خاش ان شاء الله هنيني يعني الاساتذه كاع ان شاء الله لان او المستوى نعم. والله دكتور تلاقي كنت نكتبها اشرق بس قبل المعهد ايوه شتي في الاصل بعد المتوسطه بالمفروض التزويد التعزمن في الثانويه التقنيه في العاصمه مستيقنا لا ينجد الخباريك نعم الحقيقة وقتني بعد المتوسط تغدس عند منشي يبدأ التعليم التقني تخير يعني لزلم وحديا العناصر وحديا على مستوى الوطني خطر ثلاث تلاميات تقنية يكت الغرب ثانوية النخيل تسمى الناس بالماري تضادت حاسبة في الجزائر العاصمة تضادت في بتنا يوز ترتيبك على مستوى ولاية الواحات الأول في الدفعة توجيهك مباشرة باش تزوغ الثانوية التقنية من تسقص؟ عام 79 79 الله يبارك لا عفوا عام 76 76 76 أيوة أسقص 76 خلاص سجل بابك ربي يرحم يجي يعني كل الإجراءات باش تسجل في الثانوية التقنية خلاص يا ولد المناسبة ربما العيد ما كذا دولو لغلان باش تجي العيد مع الوالدين يكون بعد مع العائلة مع باب ماما وقديت ماك إلى آخره ومن بعد باش تعاود غدولو العزام خلاص يقنوا سد عقله بابك ربي يرحم يطفي وحدك الغابت أمامي فلان ماذا بيا تجي ورد تموسني غنيف يغرتي ربي يرحم ربي يرحم نشوف الغصه اش حتى ما يقنو بريد ترك بدي وغاش تسجلد يعني تجد كل الامور ولكن يمارو لك الخيار يجي امام الامر الواقع دمعت سوت تيخت على كل حال لم القرر لحظتني جيغ بسين وخمم كذلك اتصل نسيجي لبعض يعني المعلمين الكبرياء الى وسي الدر وسي توفى يقنسس لنا على قيد الحياه ربي تحفظ يعني يجورنا بريد باباك وقال ماذا بنا تزد القرارات وقتني المعهد لاش تزد معاهد اخرى الا معهد الحياه ماذا بنا تزد القرارة الى اخره ماذا بنا وسيله بارز ماذا بنا نستفاد السيس ابريد تموسني على كل حال خلاص يعني من بعد دور غاسي باباك ناس خلاص يعني ترك بدايه بين دوني سبحان الله يعني اتفق في معهد الحياه الدور غا الدور غا الدور وعلى كل حال من بعد ان طول مراحل الدور غير سنت من بعد الدرك غير ما نقدو غدي الى جامعه الاغواط بعد عزمة سوريا وجامعه الاغواط مدرسه عليا لاساتذه التعليم التقني سبحان الله فاس ثانويه التقنيه الدور اللي مكون لاساتذه التعليم التقني ربي سبحانه وتعالى لا يسير الامور في غيب شنو نسين امون قد قد الحمد لله الاحترام طاعه الوالدين دخول انتهى ربي جيت يعني في ربي تجي ان شاء الله في ميزان الحسنات ايوه بعد معهد الحياه يا استاذي المحترم دكتور داود بورقيبه بعد معهد الحياه الوجهه ماني بعد معهد الحياه يورد الباك وختني سقطع وختني المعهد لنسقطع البكالوريا كاحرار فضل غتسقطع وهرن الوالدين يقولوا قامت وهرن خاص مالادريس تجا وهرن
كمل سما يعني وتعيد قال لي أمس يعني لربما أدت فوق مش قارن يعني بصراحة أمس لي كوند دا ليبر ولد حدو يسين سماني مليح هذا هو الحقك مصح مع هذه الحياة طلبة مع هذه الحياة لم بين شنين عشران عشرين واحد كمؤسسة حرة دي كوند دا ليبر ربما أما يغلب عليك ربما وتعيد ذكت الموضوعية في التصحيح إن شاء الله أعلم على كل حال يكتب ربي نجحك مباشرة نسجل أزقاس في جامعة وهران كلية الحقوق في انتظار لما ساعي على كل حال باش الدرك بغي يقنع عزم الشريعات يعني يكتب ربي سبحانه وتعالى يسخرنا الدزو لسوريا لسوريا نعم في كلية الشريعة يسبقان يقنسيم الدوتشال الأخ بابكر عبد الرحمن أستاذنا كذلك نعم بعطي حفظ إن شاء الله تنتكرس الخير فضل الله على كل حال لا ينسى الجوار بريدو خلاص نجود زين التزويد الى دمشق يعني تزويد الى دمشق نعم الى كنح درس قل فضل يعني بهذا خاش تفكره كانوك يا دكتور نعم اين دع اساس الوزارة اكيد ابواب نعم يعني الاصرار دكتور يجيك الهدف انه يتغ مصر هذه زواد يعزم هذه كوني منس في سوريا فسلكترت يعني نعم. والتفدو فوق الوزارة جورد يعني تصمت غفص المنشي قرن الدي عاد يشفق غفص دولين نعم. ونين تورت ونسي لا يسمس لا والناس ان شاء الله نعم. الرزن سلا نغلو غلوشة مخلا نعم. انت يبد معاه شي عاونش اكيد فعلا ولكن توني بين قوسين والتقنية نعم. المعيار ديما ولكن نعم. يعني بصح الإصرار انتو انتو نعم. العبر تخصني إيه؟ تخسجل الحقوق ولكن غير مقتنع فقط باش نضيع غزقوس عاد في ايام الاستقبال الوزاره قال لي ثلاثه الاستقبال لعقل غطف وخني نعزم سبد لحد للجامعه الاثنين إيه؟ اثنين ضد جدد القطار إيه؟ طوض ساعات عاد منهك مثلا والله يفرش الجرنال طامورت إيه؟ باش تصبح باش تزغ الوزاره تقريبا كنت سبع مرات تالي خطوتك الدي فتح ربي سبحانه وتعالى بواب بسيط توسطه قالشتين منحت الحمد لله ربي يفرج من تسكن زيد لسوريا يا دكتور زيغ لسوريا عام 80 عام 80 نعم يوغد البكالوريا 79 قيمة غداني أزقاس عام 80 زيغ لسوريا الله يبارك الله الصراحة يا دكتور نشيدخ من هذه الحصة لابد نستذكر هذه الدولة الشقيقة أو دولة سوريا إلا نغرس فضل كبير على تاريخ الجزائر نعم. من الأمير عبد القادر تسدد لكل مراحل تاريخ الجزائر غرس يقل الفضل دزعلوك الضنودي لا الطلبة إلا عزم ديني في نعم. هذه اللحظات نستذكر هذه الدولة إلا كان يعني الأرض طيبة إلا كان نتمنى رب أسنوش لهنا أسنوش لهنا نعم. لأنها في يوم من الأيام في زمن قلت الوقت تغيد المنارة للعلم تغيد المنارة تنعزام تغيد تكون إرجاز تسوف غد الأساتذة يعني الكثير يغلب الجزائريين عزما ديني بما فيهم الأستاذ البروفيسور داود بورقيفا بروفيسور يعني وسانش في دمشق بتيت لما تدس دمشق ماشي تصغر على وسانش ديني الله لم دغي يغلب يبسم لم دغي يغلب يبسم نبدأ الزرس النقطة الاثنين نعم نفو الوقت اللي تغدني نفو نادي الطلبة مقر للنادي يعني كان مركزا للطلبة الوقت نطورت طلبة يتوعز من في الدول في المشرق العربي غرس النادي سينزوان شنين نفيت مقرس في ديس وزارة الخارجية وقريب من رئاسة الجمهورية تغن قادرين حنا شنين نشم طلبة داني رحلت والله تيمي تورت تغموني تميتورت وزارة الخارجية تقادرين احنا يكون ديك نحد ديك الدولة بلاش انا شمرت منهم مساني صح بتا نضمن ثلاثة اربعة طلبة نسن سيرت نسن سمجدين ولكن كمركز خاطي ديك نحد يشري تدرت لي عمر ديس اللي تسند منايو كمركز ونسين منايو الدسن سواء من طلبة الوافدين من بعد عزمان ما من الزائرين نعم تلك السنوات يقيم قيم الهيب اثنين المقرن ورمزه رمزيته التاريخية صح. نعم. كذلك تسجيلنا نعم دي قنسي الإخوة توسط يدبران التسجيل ولكن ما نوسنا ننس موافقة على التسجيل وزير التعليم العالي في ذلك الوقت تقع علاقة طيبة مع الجزائريين بصفة عامة ومع مشايخ في مزاب الدكتور شاكر الفحام أقر بهذا الفضل يسجل يشان التسجيل تغدي نشنين دي تقريب نشيد بعد نتوت كذلك تغدي إيه؟ ثلاثة ديني منايوت الأساتذة تغديني معان يزوى معان في يزوى معايا في نفس الدفعة يساس تسجيل في نفس الوثيقة الأخ بابكر خالدي الأستاذ في نعم جامعة الأمير عبد القادر ما شاء الله
يعني استثناء من الوزير يشرط الموافقة للتسجيل. ثم بعد ذلك ما شلنا نسعى باش نسول وضعية غنزوة. حتى رفض مدن يعني تستفيد الكثير. كنريح في عدة حصص نسول لن أوفي لهذا البلد الطيب حقه. يكفي 2011 سيصل غياب يعني تحامل الغرب غفص والله بكيت خاطر رصنا حقيقة هذا المجتمع. صح. كذلك والسنغم يعني على كل حال يتسمح بالتفاق بالسياسة أين اللان يعني أكيد خاطر قضية حقوق الإنسان ما يكلي ديال الدول العظمى أين اللان يتصرف في فلسطين مع فلسطين ما إلا حقوق الإنسان نغين اللان يتصرف في المسلمين في شرق آسيا ما إلا حقوق الإنسان. ولكن الشعب اللي يتورقب الشعب السوري اللي يتورقب يعني المستقبل سماش هذا يكون لذلك عاد السكوتيت انت الحقيقة. صح نشينا نأمل خير نأمل الخير ده وحدي يعني الشعب السوري والشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية نعم. المسلمة إلا منشيت نتعاش أنا ونظروف تشتي من الحروب دوني تربض نعم. يشمر غفص إن شاء الله يرو غف نغل بلاء أزعلوك لأنه أولاد تساير إلا غير تحديات أمنية تزعلك نعم. من كل جهة سواء مني لكان غولانشين محسودين في الهناء الامن الاستقرار الى الموجود في الجزائر كان محسودين غفص يا دكتور حقيقه ولكن عند ولغل سوريا معليش يعني منشينا نفكر تلك والساني بهان دي دمشق الحميديه الجامع الاموي جبل قسيول والحمد لله يعني مكتبه ظاهريه كذلك المكتبات والمتاحف الى الموجوده ايوه المشايخ تعزم غفصن تعزم يعني غفصن ديني في سوريا ابرزهم دمنايو النغ على راسهم دكتور محمد سعيد رمضان البوطي البوطي رباطي رحم الرجل ماشي تونا في وصف سيدنا أبي بكر الرجل الأسيف يمكن طيب القلب يعني الرجل الرحيم من يوم تغت عزم غرس ماني في جامعة دمشق في الجامعة, في الجامعة أيوة. بس تجه دروس تجر دروس كذلك أصغار دائما يوم الاثنين يعني ويوم إيه؟ الخميس غرس تمجد مستقرة اللي بين دروس إيه؟ يتبع سلسلة معينة تقدر يبدأك السلسلة إيه؟ نعم يسعز ما وكان يتمنى الشهادة سبحان الله يتغدي قنسي تغدي يبدأ الدرس محاضرة في القسم أيضا يفتتحها بدعاء ويختتمه كان يتمنى الشهادة وكان يسأل الله الشهادة ونحسب الله حسيبه الى ربي وفي الطلبس كذلك زمان الفقه نعم الفقه خاصه يعني الفقه ايوه دكتور زمان بالعقيده والمنطق نعم دكتور وهب الزحيلي ودكتور وهب الزحيلي كذلك ربه رحم من اساتذتنا الدكتور محمد الزحيلي ديوس وهب الزحيلي كذلك اللي على قيد الحياه زمان الدكتور فتحي الدريني يزدغل داني الجزائري سعزم بعد سنوات في الحقوق ولكن انت مختص في اصول الفقه ايوا يسعز معنا عده سنوات كذلك ومن بعد عاد عميد الكليه كذلك الدكتور وهبة قبل يزد عميد الكليه احمد الحجي الكردي لاغليمارو الا في الكويت الدكتور نور الدين عطر هؤلاء يعني الدكتور مصطفى الخن اتسلن مدنا دين الخن بريا الخن في سوريا نعم تفاجئنا السنين نسنس مس يسعز معنا اصول الفقه ثم بعد ذلك يزوى معار إلى السعودية يعني أن ينعاش هذه الفترة خاطئ العلم حتى تكون شخصية تكون شخصية كل من هؤلاء المشايخ وربما غيرهم لم أذكرهم جند بصمات جند بصمات أين اللان مثلا من طريقة التفكير والمنطق والتواضع التواضع يشملهم جميعا بدون استثناء الشيخ البوطي مثلا تركيز التفكير المنطقي والنقاش الهادئ يعني تعلمنا منه الكثير دكتور الدريني رحمة الله عليه في شخصيته العلمية وقد بلغ درجة الاجتهاد لا يتعصب لفكر لا يتعصب لفكر يسلم دا نغمشي يكون تفكير غرش مؤهلات والتجيمنتش أسير لفكر صح. ربما مخطئ وخاطئ صح. خاطئ التزم حدودك حتى في طلب العلم يعني أين سلم دنانغ لا نكتفي بالقدر الذي يقدم لك في القسم وكل أساتذة غرس المؤلفات طبعا جامعة دمشق تشترط كل أستاذ استش فترة معينة
معينة يؤلف كتاب في مادته، يؤلف كتاب في مادته، باش طبعا نظرة يعني بعيدة أنه المكتبة أداعات غرس، مثلا المقياس درسه عدة أساتذة أتفذ بصماتهم، كل قن حد يؤلف الكتاب شان إثراء للمكتبة. صح. تونيديك تلميذ مهمة جدا كنت حفظ حرفيا، يعني ين الأستاذ في كتابه التوريد المعدل بتتحافظ ضد في المادة العلمية. اثنين شو شن المادة العلمية وهو القليل لشيني تبحر مكتبتها تكملت تخصد الترنيد العالم تاج هاي شتين غرش انتو يعني اخلاق. الدولة الدكتور فتحي الدوريني، الدكتور فتحي الدوريني تلقيت رغم انه مذهبه حنفي ولكن الديود في بعض المسائل لا يتعصب لمذهبه، اش جاو الدليل وخاصة بتا رأي المذهب يخالف نص قرآني. أذكر النقطة الثانية يعني كل حال في مرة من المرات تقصي الزمن خاصة أصول الفقه مباحث الاجتهاد وضوابط الاجتهاد وغيره، مرة من المرات انتبي قال الحنفية قارن في فيما يتعلق بأمور الأسرة بت أرجز ولغصة صرف تمتطس مثلا أعسرة عشان ترفع قضية إلى المحكمة الحنفية بتقر عشان بت ولغصة صرف يسجن يسجن وتستدين امرأته باش كتنفق في منس أتسلف. الشيخ دوريني ناش كيفاش نرأي سلجي تدي توحبس كملت تسلف تغفس ولو كانت امرأته غنية ناش نشير رأي وتوفق غفس. أميلوا إلى رأي الشافعية وغيرهم من المذاهب ماني على خطر لن تخلف المبدأ من القرآن إنه وجعل بينكم مودة ورحمة مثل المودة والرحمة أتعاد تمطط غنية أتكرجس الحبس أتسلف باش كتعاش من بعد أدفق بعد مدة يعني يعني تبين غرس قن تفكير ما شاء الله تبين تفتح حتى في مذاهب تفتح على الآخر قاعد نعم داني طبعا نشي لا أميل إلى وني يزدغ ليفهم أدي بدأ يرز أميل جدد نغجينا نشي خالفه نشي هم بشر ونحن بشر ولكن توفرت لديه مؤهلات الاجتهاد توني مهمة جدا يوض إلى قمة يعني تبوأ مقعد الاجتهاد عاد تفكر بهذا المنطق. لذلك لابد أدخل يعني ماذا بيا داني نفت الانتباه لغز دي مبتدئ أطلب غرب يعاون دي جور إلى آخره ولكن خاطئ السنة أدرز مغتطاونك حفظ غصن الحروف يعني المهازل اللي تصار انتموني يعني يسود يعني الجزائر خاصة يعني أمو دي عزمسن الحروف ليد ولدي فتة ليد ولد يعني طبعاً مشاكل ولد وسائل إعلام ساهمت نعم ساهمت نعم تسويق نعم الفتوي ويعني دي تشرايو نعم يعطيك صحة دكتور وغيرهم على كل حال مش إنه يعني تلقى بالتواضع تلقى بالترحيب تلقى بدق الأخلاق العلماء لذلك توشيد بعد قدير الليسانس منحة إلى دولة عربية أخرى قمغ شهر والمزغ والمزغ الوضع حقيقة دول غسن الوزارة غسن يترماني توغ سمح ناش نشين نتنجم غير نغ القانون ينص على أنه يعني تقديد تكوين منحت في بلد ما أتسقطعت في الجزائر ما يعادل تلك السنوات من حد زايد واحد مش تسمنا N plus 1 ونتنجم نجود جلم زيت على كل حال تخفي هذا المقام أترحمه في الدكتور عبد الله ركيبي الذي توسط يتوغد السفير ديني نخدم معه فيما يتعلق خطر طغم ممثل طلبة يعني في دمشق تحت لواء الاتحاد الوطني الشباب الجزائرية نخدم معه فيما يتعلق بمشاكل طلبة فيري توصية الوزارة ولغس نسخ ابن ولس ولكنه زني إلى بلد عربي آخر على كل حال عودة دولة أكمل السنوات الأخرى ما يتعلق بعد الليسانس وقت نزدغلش دراسات العليا في الشريعة الإسلامية عاود سجل في كلية التربية تخصص علم نفس علوم التربية للدراسات معمقة. نعم يعطيك الصحة يعني الرابط الروحي اللي نجان البروفيسور بورقيبة دي سوريا دي الشعب السوري دميدن سوريا دي قنشا يعني متين منشي قارن يعني ولي تويتي أيوه بعد سوريا دكتور بعدين تسيد بعد كمل دبلوم دراسات العليا اي وتفق 88 زغ الى جامعه الاغواط جامعه الاغواط وتفدس قس 88 علوم التربيه في اخر سنه 88 سعز مدام مدرسه اللي تكون اساتذه تقول زدغوا تكون مدرسه عليا وتكون مركز جامعي سعز ما اصنع علوم التربيه الخاصه والتربيه العامه الى اساتذه التعليم الثانوي بفضل الله الحمد لله كل طلبه عز من كاساتذه ال 92 كل
في كل التخصصات الثلاثة تكون موجود من مختلف الولايات. الحمد لله رب سبحانه وتعالى يعني درسناهم، نسأل الله أن نوفقنا في القيام بواجبنا معهم. ربي يقبل. تغى الشريعة دكتور تزود غل التربية يعني بتد الفرق. نعم أول شيء باختصار نعم ماشي نزغل التربية خطر يعجبي تكون دمشق أساتذة جامعة دمشق في مختلف التخصصات وفي يعني ما يقدم من علم قرد في العود أدكتافيغس ليسونس كانت هنالك فرصة تكمل دراسة معمقة في علوم التربية فعلا سيدوس العاصمة سيدوس الجزائر على كل حال سجل ماجستير في الشريعة في أصول الدين نعم في أصول الدين في خروبة قدر يورد ماجستير ومن بعد بعد ماجستير على كل حال سرس المشروع رسالة الدكتوراه رجعت يعني يقن تقاعس تقريب 6 أشهر أم بت فهمه باللي أربع شيعون كل حال يتغديني في جامعة الجزائر التغ العميد نستكثر خيره وكذلك أذكره بخير الدكتور عبد القادر هني تغ علاقة معه في سنة طلبة في جامعة دمشق اقترح علي خطر اقترحه بس موضوع قرآني بصح في التربية في التربية ايه. نعم اقترح علي بلي أتزغ البوزرعة الحق مع الأستاذك المشرفك وتربيتنا علاقات حميمية جدا إلى الآن الدكتور طيب بالعربي انت يطف علم النفس وعلوم التربية في بوزرعة يغاص المشروع أذكر يعني رغم حساسية الموضوع دواني التوغ في تلك السنوات يعني في الميدان وللصقدع يعني 15 يوم يقع القبول سجل الدكتوراه في موضوع المنهج التربوي في القرآن آيات وأحكام الأسرة نموذجا خطر السيس مجتمع الجاهلي ماشي التوغ بعد الإسلام ماشي الله أكيد هنالك سير تربوي باش هذه انقلب يعني يبها الحمد لله ربي يوفق نجور مع المشرف الدكتور طيب بالعربي قضي الرسالة تناقشت ولذلك تناقشت دائما في الغوات لا ناقش بوزريعة بوزريعة بعد نعم. بعد الزور الغوات 88 لغد الأستاذ الغوات الأستاذ سجيل برك تسجيل سجيل ماجستير سجيل ماجستير أصول دين ومن بعد دكتوراه في الخروبة صح بارك الله فيك في الغوات الدكتوراه في بوزريعة 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 أيوة تواصل دا سعزمك في الغوات الجامعة تواصل دا سعزمك في الغوات أيوة نطلب يمارو بونتوغ في قسم الأدب الزار بديغ في مركز تكثيف اللغة تسمى ناس كأستاذ التربية العامة التربية الخاصة ومن بعد يفتح الأدب زيغ كنائب رئيس قسم سعزمه كذلك علوم الحديث وعلوم القرآن وخطني نطالب الشريعة ونوافقا نطالب يمارو بحكم مؤهليك نطالب بفتح قسم علم النفس توشنا الموافقة في منذ سنة 2000 نفتح قسم علم النفس وعلوم التربية يعطيك الصحة الحمد لله دخ كذلك استوفق النوشة مقرن تحصلت في درجة الأستاذية يعني البروفيسور من تسقس 2015 رباش يوفق إن شاء الله طبعا نظن دكتور وأستاذ البروفيسور تبيد العبر تسواني يتلمدد في سوريا في دمشق انه حددي عاد يسعزم كاستاذ يبهدي يجيك تلبصمه الجامعه الى يسعزم ديس فاشرفت على مجله دراسات نعم. او المجلتو مسمس دراسات تفقد من جامعه الاغواط نعم. في تخصص يعني متعدد التخصصات متعدد التخصصات الاجتماعية ايوه من تسقس تبدا المجلتو يا دكتور الله أعلم 2006 ما أموني إيه 2005 إن شاء الله لا 2005 نعم 2005 تبدأ الزار مجلة مبسيطة ثم يعني من يكتعامين تبدأ تبين مسار تعد دراسات عبد مزور تغشكله نعم تجور تقريبا كت 5 أو 6 العدد سيد نرجع يعني الباحثين يعني يساهمون ويطلبون باش تنشر الابحاث نسن نعاود نغير الشكل نرني في عدد المقالات وعدد الصفحات 3 جور الى الان لاني وضعت 72 عدد الله بس 2005 الى الان نعم 72 عدد
تفض الاموني في البدايه غلاف دازي زودا ملال، ومن بعد يعاد بالسي مجلد يتفض اللونس يعني تقريبا ميلو رمادي. الان تلا مجله الكترونيه على كل حال، من يبحث عنها نعم ديس تحكيم محكمين من داخل الوطن من كل تقريب الجامعات ومن خارج الوطن. دوريه كل سكاسه دكتور نغ كل تغبنا نزور دوريه مره في السنه. ايوا ومن بعد عاد نصف سنويه ومن بعد عاد ثلاثيه اماره كل شهر لك ننصف العدد. نعم الان احضر باش ندفن ثلاثه الاعداد. المجلة تساهم الانتاج الفكري للاساتذه للطلبه الباحثين في جامعه الغواطة. اكيد نعم التعاون يغلب. يغلب ما شاء الله، لانه خاطرش مجله محكمه خطر يعني اين لنا مشكله يعني في الجزائر خاصة باش كتب بعض المقال تسج من ساعات عامين ثلاثة وربما ينسى وربما يعني صح لابد صح من توسط إلى آخره. شو انتو فهمي قل حل يعني الوسيلة الأحسن يعني؟ نعم تخفيف على الأساتذة ويعني تشجيع لهم. أذكر قل موقف بتي تسمحت على كل حال تفضلي يعني لي جيني استمر رغم انه عمل يعني مجاني لا نتقاضى فيه شيء. كتسي الخطرات نطربوسي خاطر سيبدا نطربوسات الجامعيه زويغ يعني تقتجر طربوسك في دمشق. قال سي بعد الاحداث غير طربوسك الى سلطنه عمان. قنوس تغفي طربوس في جامعه دمشق زور مكتبه الاسد للبحث خاطر نزال طربوس للبحث واللي نزال نحوس. اذكر مره يقن موقف في المصعد مكتبه الاسد وسير قبت تقريبا مثل هذه المنصه المصعد لاسونسور وتفاوت فنت ثلاثه الاستاذات اللي انت دينا الشوكت نقول لك الشوكت بعد سلغي كتسيس نتقرا سيندو ويندو باللغه العربيه هذا هو هذا هو احمر وجهي قرا دير جاك الجاري من تما قاشا. ومن بعد على استحياء كتسي الاستاذات السلام عليكم السلام تا هو فلان ناس نعم نالي تجي تجي قال خير داز عليك خصاص كفا ناس تشوم سينا تني وزناج المقال تنشر ديت ويت سيند واش سينا واللي طول للنشر طبعا نتبع عمليه التحكيم يعني الاساتذه الا ان اي جواب في التحكيم اقبلوهم خاطر كلنا متطوعين ولغي السند يعني الغي التعامل معهم ما تبدل حد ودن ماذا بيا قال حد هذه ساهم في يعني تشجيع خاطر عادي تعرقل اثنين تنشر دي المقال واش سينا ويت سيند بارك الله فيك يعني هون هون ووني صح يعني اكيد هنالك المئات صح تصور كل عدد ديس على الاقل تقريب 15 الى 20 مقاله 20 باحث وربما البحث ديس مشترك سن باحثين ثلاثه يعني كم عدد ونحن في العدد النسبي ذلك يشجعي باش تستمر في هذا يا استاذ البروفيسور بارك الله فيك. طبعا نمشي لك كان التلفزيون وبالتالي لابد الحس تنسبها لبعض الصور لبعض التصاور تعلق غفص انت توج غفص يعني مناسبه نسن باش كان نكتشف ممكن جوانب اخرى المشاركات العديده الى يغلب تشاركت في ملتقيات دوليه املاقات مؤتمرات كذا تكرم يغلبني موشان دي قنشره يعني يشرف الجزائر يتشرف تمرتنا يتشرف الجزائر يتشرفت غرسان يتشرف القطعه الغاليه من الجزائر انت مدينه مبريان. نعم المخرج الكريم يوش البعض نتصور يعني على غفص الأستاذ البروفيسور وهذه مفاجأة. من مين المناسبة؟ نعم في 82 العرسيك نشي ديوك صالح ربسي طول مارس جرانا بابا كربات رحم شتي ونيق النواضر. نعم ديواش صالح بابا تشربات رحم نعم عام 82 العرس مبكري منش اول عرس جماعي الله اول عرس جماعي جماعي في بريان الله يبارك ربي يرحم الوالد ان شاء الله يجي تاني مير ديطار واسطار وانطار واز الاحفاد كاع ان شاء الله اللي يجد ذريه صالحه. سينغوك ساعه نجيك الحس تخص فويرد نيسلان نوض مزر وني دايره نيسلان بريان يبها يعطيك الصحه تفضل يا سير. ايوه هاتو كذلك سيد لولا سيت الولد نعم هي وني دباباك
وليدي قلنا ميس خالتك توفى كذلك. شتيت لك كذا بزاني يعني البيبي انت شتي بزاني انت شتي عند البروفيسور سبحان الله يعني اختني خمال وليسي ان شاء الله تزعك تقول البروفيسور والله يتواوت يعني ان ديما نمل الخير تروان يعني ولاد القجمت ولاد المبالغه شمر تروان ديكش سنتي وتريوينه ولا وحدي لمنيا وحدي ولتسنبت غد عدن لا نستهين ونستحقر ستاروانغ ابدا ولا نقزم ونتقزم تاروانغ انسي ولا وحدي الامل اسنوش لمنيا وحدي كذا ان شاء الله تعد دكتور تعد شيخ تعد استاذ تعد بروفيسور كذا اما ان شاء الله بروفيسور والقيبه تفضل بعض الصور الاخرى يعني اي ايوه داني ماني داني تكريم في المدينه المنوره اي بمناسبة جيغ بحث في وقتني في موضوع ضوابط التواصل الاجتماعي إيه؟ وني اللي يتسلمي التكريم عنده رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ يحضر كل حال وقدمته بعض الأشياء من أظن 2016 تقريبا نعم المملكة العربية السعودية نعم 2016 ايوه شتاين نعم هوني المقال بورقيبه الجزائري يعني وكرم كذلك الى في ديسوك مدير الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره ممتاز نعم. تجيد شرف في التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي ضوابط يعني التواصل يعني كان نغرس العلاقه نعم. في التربيه نعم. تفضل سمير تفضل اني وش ممكن صوره اخرى ايوه داني في لقاء ضيافة سماحة الشيخ أحمد الخليلي في سلطنة عمان في سلطنة عمان داني تدارتس مع الشيخ دكتور راتب نابلسي مع وني الفيلسوف التونسي يزويس مساء كل حال شتيت لك في اليمين يعني نعم لكن في ليس الخليلي نعم اليمين نعم بعد الخليلي بعد دكتور راتب نابلسي نعم من بعد التوني الفيلسوف يتنيد تونس ممكن بتي تحضر يحضر جسم سمير مرزوقي ما كذا اي اي تفضل سمير تفضل صوره المعدس طبعا لاني المفاجاه لاني تزن اختي شتي داني ماني داني نعم في سلطنه عمان ندوه تطور العلوم الفقهيه ما شاء الله تينو قاعد حضرة ديسن تقريب ثلاثة ندوات بمداخلات إيه؟ كان آخر عندهن قبل يعني الأزمة الاقتصادية العالمية مليح وهني الصحفي في قناة الاستقامة إيه؟ شارك معاس في برنامج يسمى يصديف عمان إيه؟ نعم مليح. صورا تعلق دغف صنامون يعني على السريع ماشي قارن أيوة داني بحكم إيه؟ عضو في جمعية الفتح إيه؟ داني أشرفنا على جوائز آخر السنة وأني الحفيدك إيه الحفيدك ما شاء الله إن شاء الله خير وخلف إن شاء الله إن شاء الله أدي تبع بريد نوم إن شاء الله أتجيك لوق في طبزان داني نعم. أستاذ البروفيسور يقن الشخص يقن الشيخ يقن العلامة يقنون عزام غرس يقل الفضل دزعلك بعد ربي سبحانه أدي يكون الشخصية تشتوهاش تقرب تغرس يغلب نعم. تبيدسيس يغلب عند الشيخ عبد الرحمن بكلي الشيخ البكري الفترة يقيم بالريان نعم سني ولا تنتيني في الشيخ يا ديني غدا وحدين غلق غير خاطي سني ولا والله بتي قنشرة بعد الله سبحانه وتعالى لوالدينيك الشيخ عبد الرحمن ربي يرحم أول اتصال به يسد برغبة منه أزقوس كم زار زال سوريا يسلك زال سوريا فاض مسجد يتغد زلا تمجيدا بربوره توت مبريان سنت وهو يعني المسجد العتيق الوالدين كلاندين يتسات مسجد يزق عز دبابك يسول غير فيه قايل ما الا فلان قال سوريا الناس بدا يزد العطل مدابيا ايدياس وفعلا اسرد في فيريي العطل تم زورت زويغاس يرحب سيجي شان صدق لك سنه اولى نرقب التشجيع من بعد يعني بالتيسار من بعد كذلك هذا طلب الزويغ بدي تعزم مناوس عزمناش مناو المشايخ الى اخره حق تلقيت منه عبارات الثناء والتشجيع وحملني مسؤوليه اني لا يشاش ربي وستي شي حد يعني احتكاك بالمشايخ الا يعني الراسخين في العلم لهم بصمات خلاص الدوله بعد ذلك لحق بعض ندوات البكري لاحظت سبحان الله يعني
أتناقش المشايخ دعاني باش كتحضر معسن وخدني المشايخ نواض مزاب لن يجتمعون حوله هو اللي باش كتني كون الديجيتي خليفين كذلك يتدارسون مسائل الفتوى فتوى جماعية باش كل يتحمل مسؤولية واحد مشايخ بدرس الموضوع من مختلف الجوانب حضر معسن كطالب وأنا أصغرهم سنا أتقدن كاع النقاش يوجه أي يوجه أول شتي داود بتيت عزمة سوريا حتى تحس سي وقت الناس مسؤوليه الزويغ والجر غضرار لي الزويغ لي ختبيغ خاطر وهي لي توجد قدمان وكتسول وتوالت تشجعات سوض غلي عقل السنه الثالثه جامعي قنوا سيني اللي حقق القواعد قواعد الاسلام ماذا بيا تراجعت تعليقاتك وبتا غير تشكت الملاحظه اسعاود غطبع بالتربيط طولي عمرك ادبر الملاحظات لاحظت التشجيع صديق لي طالب الشيخ اشيني وشيد الملاحظات مين لمن يتجرأ باش اشيني هذا قبل حتى ولو كنت في مثل سني او في مثل مستوى هذا قبل اموني صح يعني فعلا فعلا وكنت قيمة الصور في الشيخ عبد الرحمن تأثير في شخصياتي والله لحست كل هذا صح يعني ان شاء الله تسيك الفرص بلا نسي والغفص مصح برك خسن ادنس بينه الشيخ والقيمة العلمية نعم. الفضل داثار لاني جد يعني لاني خدم السيس خاطر غير الشيخ فقط ولكن طبعاً. اذكر كذلك سي بدان توسع انترنين سنت مجيدة وين بريان قال الوعاد قال كذا الشيخ بكر باطي رحم وليتو غادي نجم واحد السيت نقل لا بعد انت هو تقرحم قاش نجي الخيط ست مجيده لتمجيده الجله سنين ناس اكثر تجم الخيط هذا اللي غتنك تغنش إيه. مع عظمته اللي يعني هذا اللي غتنك تغنش اي إيه خصني تجولي مدن باش كتكونني ناس تشجع خاطي غير شي ولكن الكل يبها بروفيسور بارك الله فيك سنكمل بعض التصاور على السريع باش نكون نستفاد سي سندخ اكيد تفضل المخرج على السريع حتى يمكن يعني تفضل ايوه توني الخليلي توني اخر زياره اخر زياره الشيخ الخليلي الاسبوع الماضي اكيد في تواصل ديما نعم نعم الاسبوع الماضي زرته ايه. وتناقشنا بعض المسائل العلميه تفضل كذلك انت التواضع دق نشرب له يعني ايه. ايوه داني ربما في بدايه هذه السنه بدانوس غاسوم بدانوس غاسيديوس وزير الشؤون الدينيه البريان الدكتور محمد عيسى الدكتور محمد عيسى يعني تو تراو تكريمه هو يعني يشجع في تاسيس مكان مقر جديد لدار العلم عند ندوه البكري يسد نزور يزور الى اخره قد مكتبه متوسطه مع ضيق المقام كذا يعني قال استبني من المقر ذو الساعة إلى آخر اعترافا بفضله ويعني تشجيعاته فتوت قدمنا شهادة شرفية تكريم له تفضل أيوة داني في ملتقى يتوج الشهر الماضي تبسا على هامش تدشين مسجد الشيخ العربي تبسي جانا غاسن مداخلة حول دور المسجد في الأمن الفكري نعم يعني كل المواضيع كتعالج دكتور لكي تسيرد القضايا الإشكالات نعم. إلا أنت مطروحة إمار وتأخرتو يعني خاصة كي. القضايا الأمنية الأمن الفكري ماشي تنيدي نعم. لان مهم جدا أيوة وني ملتقى زدغت عند فلا عند ممس الشيخ البوطي إيه. محمد توفيق رمضان البوطي إيه. وني كذلك أستاذ وني شارعة في جامعة مدية كل حال بالنسبه للملتقى عند فلا له قصه في ملتقى الفقه المالكي ملتقى الفقه المالكي ملتقى سنوي كل نعم سنوي ويعني تود عن توات في الموضوع الذي يناقش في الفقه المالكي ان نرقبي قنشا يعني غرنا في المذهب الاباضي في الحق تقريبا سي 2009 لغ حضر كل سنه مداخله في موضوع محور الملتقى عميمي تدر رغبت على القائمين السيس الدكتور محمد عيسى قبل ان يكون وزيرا الدكتور محمد يدير مشنان على اساس يعني المسائل التي تطرح في المذهب المالكي انسول في المذهب وهذا تقريب جار نعم مذاهب التواصل جار مذاهب نعم الائمه خاطر الملتقى المالكي حضر مجلس الائمه الا في الميدان اذا لابد اتسنن اين لنا نعم تفضل وني أيوه. كذلك قصدت انا عفوا وهرن يقن من الاخوه الصوماليين اظن اعتنق الاسلام واعلن شهادته في الشهر الماضي سنتوغ نعم في ملتقى في اسبوع القران الكريم نعم
نحضر في وهران أعلن إسلامه وشاهدنا ونعم في مسجد ابن باديس في وهران. نعم تفضل سمير الوقت اللي قد نظن كل حال ربي يحفظ. أيوة داني داني تبسة تبسة نعم يعني تغد المناسبة مهمة تمجيد التزلوك تمجيد نعم إن شاء الله هتكون ديك نصر علمي يعني نعزام بقرب يعني الحمد جار لله لم أتأسف باش كد حضرة خاطر رقيت بعد نتوت القرارة ساهموا يفضلني يعني يقنسي الإخوة العنق ساهم في هذا المسجد تمجيده يعني فاضي قبل في المحسنين يعني خاطر غير المحسن حتى ساهم في التعليم عزام عزام ديني في التاريخ يعني مد نجينا نقيمتها من شينا نوخر على كل حال الحمد لله. تفضل سمير قيمة الصور اللي انت بعد الصور بلا نظن المخرج بارك الله فيك ايوه داني ماني المناسبة داني عندوني ملتقى مدينة المنورة مدينة المنورة نعم. ايه يلا الصورة اللي بعدها طبعا قاعوا المشاركة دكتور يبها يعطيك صحة لك تحرصد خطر لابد يعني ديس أخذ ورد يبها التاويد يبها التاويد يبها الترد داني مدخلنا جامعة السلطان قابوس ايه ماشي شنو يعني سي 2011 حبسة زور كل سوريا واختني بعد إيه؟ الأحداث إيه؟ وزارة التعليم العالي على كل حال توفر نغون ريسيكلاج إيه؟ فضل في كل مرة داني نعم ندو تطور العلوم فقهية في سلطنة عمان إيه؟ عاد غجور إيه؟ غيال طربوسيك استغرقت في سلطنة عمان إيه؟ في كلية التربية سمعتوا عشي تخضرت اللي قدولت بلان بصح تخير جتيتوني نعم. غاني خطرات زوية غنبت اللي غرنغ يعني داود غضت جد أو بشتالي أصبح حضي المكتبة خاطر اللي قامت كلية سنوماني بسيونك عادة لإقامتك يعني. أما جامعة السلطان خاطر توزد صغار أنت مدين تديس يعني الندوة داني سي زياراتك لقيت المحاضرة في الطلبة في قسم العلوم الإسلامية في أوني لم في ديسك الدكتور سليمان شعيلي تغ رئيس قسم سابق نعم في سلطنة عمان ناش الإقامة تمس الجامعة اللي سمنا سند المعلمين لابد تخلص الإقامة ما بيتش توفر الأكل ديني مطبخ خاص مطعم للأساتذة عادوا تضيع وقتك في اللف والدوران روح كل ما ندنسى وبالك تبرق الفندق تصبح ويعجب الحمد لله يعني أيوشن سبع أيام عشر أيام 90% اللي غسالك ختنا مازن نعم. يعطيك الصحة بروفيسور داود بارك الله فيك شيني تنمرت يعطيك الصحة والله هي خصيش سؤال برك سؤال أموني دمعة لتمنشي قارن بتد يعني تسوفغد دمنا ونضلسن يعني غلب العناوين تسوفغد يعني الإصدارات لكي تسوفغد بما فيها وني الفتاوى البكريت لكي تحقيق يعني النتج أيوه بعض الإصدارات بلا وشان اختنا بدغس العملك في تحقيق فتاوى البكري كذلك خطب الجمعة وليت بعيت مثل حياة سجرخت حققت نتسوفغد في كتابين أو في جزئين غير كتاب مدخل إلى علوم التربية حاول يعني وشان العناوين بركة دكتور نعم لأنه الوقت لي ماشي غير مدخل إلى علوم التربية غير مدخل إلى علم النفس رؤية إسلامية غير فن الخطابة أو مدخل إلى فن الخطابة غير منهج التربية في القرآن الكريم من خلال آية أحكام الأسرة عند رسالتك طبعت تقريبا وديك نعم. الله ان شاء الله اكيد العطاء باذن الله الاجتهاد البحثي اللي جردي ما ولي قدي ما شيت نيد ربي قبل غفش والله يا استاذ يعني كي تسند باللي الجزائر ثلاث شمر يقن شعار عالمي مهم جدا اين العيش معا في سلام سلام نعم صاديني غوالو الا غير سجل الاثر دزعلوك نفسيتك تاريختك تتمدورتك نعم شتي شخصيا أكيد لهمية نعم. نشرايو لهمية نون الشعارو خصاشين غاية تعلق غفص مسحخاتي شتات تعلق غفص هذي علق غفص الأستاذ البروفيسور داود بورقيبة قبل 10 سنوات حصة سجل اختمعاس أسنسل الدكتور باتينا بعد دنتون وانت نجمانين وجريني إن الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة ميتة لعن الله من أحياها وفي رواية الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ولا نملك إلا أن نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أهل الديانات المختلفة يتقاربون فما بالنا بمسلمين عاشوا قرونا
لم يتباعدوا، فإذا تقارب غير المسلمين فكيف يعقل أن يتباعد المسلمون؟ قبل 10 سنين سجل غمعاش الحصتو بروفيسور داود بورقيبة. الجزائر غرس تحديات أمنية. نعم. الجزائر لا غرس يقن الرهان دزعلوك عند الوحدة الشعب والمجتمع الجزائري. سني ولنا تنتعلقد في العيش معا في سلام. العيش في سلام، رب سبحانه وتعالى يسمي من السلام. بتلش السلام، ليش الانتاج، ليش العلم، ليش راحت السلام يتجي بسيونه قاعد تسند. نتطور، نتقدم، بلادنا تزدهر. وأهم من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. رضا الله سبحانه وتعالى بندم بتا يرضى غفص ربي يسعده. أسفت حد النيد لأخرت. يعطيك الصحة. تسولد باللي في الفتنة، لأنه منشيني يعني الوطن غل الحمد لله في أمن وسلام واستقرار مستحيل الله يغلب ميد نخصنا جيني يعني الفتن في الجزائر. ولكن أنني صربي إن شاء الله مادام لان الشباب نغي لي الوعي، لان الأساتذة نغي لنطفن ركيزيت أطفن المبادئ العيش في سلام، المبادئ الحوار، المبادئ الوحدة. صربي إن شاء الله لا خوف على الجزائر. أكيد أكيد لا خوف على الجزائر، خطر يعني الكل يقن حد لي ساعة باش هذه توفرهم. ولأمر ما أسبوع القرآن الكريم وزارة شؤون دينية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية يسميه الوفاء في القرآن. الوفاء خطيك علاقات شخصية حتى للبلاد، حتى للشهداء، حتى تمرتوا لك أنا أنت عاش ديسا نكون أوفياء. رباش يحفظ يا أستاذ البروفيسور داود بورقيبة شيني تنمير تنود الخير نيوان الغنق ده سيسا نمنا إن شاء الله توت لن استفادنا وكل الوسيلة يفرج لي استفاد سون الحصة أكبر لقنوم بلا قبلاء أمنينا يتم يستمع بسلمانو. تكسر.